الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان اختيار العملية المناسبة، الدرس 10-9. دفع حمد 28 دينارا لشراء كرات سلة من السوق المركزي، كم كرة اشترى؟ طبعا يا أبطال في عندي دليل حل المسائل. أول دليل عندي افهم وخطط وحل وراجع وتحقق. عشان نفهم المسألة لازم أسأل نفسي سؤال، ما الذي أعرفه؟ طبعا هنعرف إن حمد دفع 28 دينار لشراء كرات سلة، وثمن الكرة الواحدة 7 دنانير، يبقى احنا كده فهمنا. وأيضا ما الذي تحتاج إلى معرفته؟ اللي هو أحتاج إن أنا أعرف عدد الكرات التي تم شراؤها بمبلغ 28 دينار. طبعا يا أبطال تاني بند عندي اللي هو خطط، اللي هو من ضمن إزاي أعرف أحل المسألة. طبعا يا أبطال عشان أخطط لحل المسألة، ايه هي العملية التي اننا يجب عليها استخدامها؟ طبعا عشان اعرف عدد الكرات التي تم شراؤها عليك ان تقسم. حل طبعا اللي هو ايجاد ناتج القسمة، اللي هو 28 قسمة 7 اللي هو يتساوي 4، يبقى اشترى حمد 4 كرات. طبعا انا عندي راجع وتحقق، كيف تتحقق من اجابتك؟ عن طريق اما الجمع المتكرر لعدد 7 4 مرات، او بضرب 4 ضرب 7 هيكون الناتج 28. اذا الاجابة الصحيحة اشترى حمد 4 كرات. اخر قرأت اميرة 135 صفحة من كتابها الجديد وبقي 75 صفحة، اوجد عدد صفحات الكتاب. طبعا يا بطل لإيجاد عدد كل الصفحات بالكتاب علينا أن نقوم بعملية الجمع، يبقى نقول عدد صفحات الكتاب 135 زائد 75 كل اللي وراه كام؟ 210 صفحة. مثال آخر، تسلم ريم أجرة يومية 18 دينار، فكم دينارا تتسلم في 5 أيام؟ طبعا لإيجاد ما تتسلمه في 5 أيام علينا أن نقوم بعملية الضرب، يبقى نقول 5 ضرب 18 اللي هو لو جمعنا 18 5 مرات أو ضربناها ضرب الرأسي الناتج هيكون 90 دينار. مثال آخر، استأجر عثمان سيارة ب20 دينار في اليوم الواحد، كم دينارا سيدفع لقاء استئجار السيارة لمدة 5 أيام؟ طبعا هنا بطل لإيجاد ما يدفع عثمان لقاء استئجار السيارة علينا أن نقوم بعملية الضرب، يبقى نقول 20 ضرب 5 أو 5 ضرب 20 هيكون الناتج 100 دينار هيدفعهم في 5 أيام لاستئجار السيارة. إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.